ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة ليكون الطقس معتدل نهارا في أغلب المناطق وتبقى الأجواء مائلة للبرودة في ساعات الليل والتفاصيل بعد هذا الفاصل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG ال الرؤية الحديثة شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنيه للاستثمارات العقاريه والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يطرا ارتفاع تدريجي على درجات الحراره خلال الايام القادمه ولكن مع بقاء الاجواء لطيفه في معظم المناطق خلال ساعات النهار وللتفاصيل نشاهد هنا خرائط درجات الحراره، نشاهد الاجواء لطيفه في معظم المناطق ولكن في ساعات الليل تبقى الاجواء مائله للبروده. اما في هذه الليله في العاصمه عمان فتكون الاجواء صافيه درجه الحراره تصل الى 15 درجه مئويه وسرعه الرياح تصل الى 12 كيلومتر في الساعه اما في ثلاثه ايام القادمه في العاصمه عمان الاثنين 25 درجه مئويه نهارا 26 الثلاثاء و27 يوم الاربعاء اما ليلا تبقى الاجواء بارده ما بين 15 الى 17 درجه مئويه ننتقل سويه لمعرفه درجات الحراره المتوقعه اليوم الغد في مناطق المملكه ونبداها من اربد

الصفاوي 28 الى 17 وفي وفي الازرق 28 الى 17 درجه مئويه. كانت هذه ابرز المعلومات الوارده لدينا هنا في مركز طقس العرب الى ان نلتقي في نشرات قادمه دمتم في امان الله. النشره الجويه تاتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات ال جي الرؤيه الحديثه شركه بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وانفينيتي في الاردن ليدرز سنتر المهنيه للاستثمارات العقاريه والسعودي وشركاه للتطوير العقاري